السلام عليكم يا مولاي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اجلس يا مصادف. هذه 1000 دينار أريدك أن تتاجر لي بها، فالعيال كثروا واحتياجاتهم فوق طاقتي، فتجهز حتى تخرج إلى مصر. بإذن الله يا سيدي، فهناك قافلة تتهيأ للخروج وسأخرج معها. وفقكم الله. السلام عليكم يا سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جعلت فداك يا سيدي، هذا رأس المال وهذا الآخر ربح. إن هذا الربح كثير، ولكن ما صنعتم في المتاع حتى جاء ربحكم الدينار بدينار؟ كانت السوق شحيحة، فتحالفنا وتعاقدنا على أن لا ننقص متاعنا من ربح الدينار دينارا. سبحان الله، تحلفون على قوم مسلمين ألا تبيعوهم إلا بربح الدينار دينارا؟ هذا رأس مالي، وهذا الربح لا حاجة لنا فيه. يا مصادف، مجالدة السيوف أهون من طلب الحلال. من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه، ومن لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورط في الشبهات. وقد ورد عن أبي عليه السلام يأتي على الناس زمان عضوض يعض رموس رفيه على ما في يديه ولم يؤمر بذلك. قال الله سبحانه: ولا تنسوا الفضل بينكم، تنهد فيه الأشرار وتستذل الأخيار ويبايع المضطرون. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع المضطرين.